هو الذي سيملأ الأرض قمحاً وحبة وينثر الأحلام في حقول الأحداق. هو أبجدية الوحي وخاتمته وصبغة الله وكنه النبوات. سنراه، أجل سنراه، كما نرى الشمس وهي تبدد من حولها السحاب. سيغمرنا بنوره كما بزغ صوت الذي لا ينطق عن الهوى وهو يبشر. إيه، والذي بعثني بالنبوة إنهم لينتفعون به ويستضيئون بنور ولايته في غيبته كانتفاع الناس بالشمس وإن جللها السحاب. سيأتي وستتلألأ على شفتيه كلمة الله، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. سيأتي ويخطو نحو العروج إلى دولة كريمة يرث فيها المباركون الأرض. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. سيقوم وبيده صولجان النبوات، وبين يديه المسيح والخضر، وستكون كربلاء أنشودة نهضته الحماسية ولحنه الشجي. يقوم وفي عينيه دمعة الطف، وعلى شفتيه ظمأ يوم العاشر، تغلي في دمائه أصداء صراخ الأطفال تخترقها واعية جده التي تتفطر لها القلوب ويتدفق لها الحزن العميق. ألا من ناصر ينصرنا؟ فيتجسد المشهد أمامه ويصعد الدم في جبينه، فيقوم ضاجا متألما من هول المأساة، فيعتلي صوته بالنداء: يا لثارات الحسين.